فهد المصيبيح نحت فهد العشاوي، فهد العشاوي شو بدي لمين؟ لعبها نحت مشاري، مشاري انقلها لفهد المصيبيح، فهد المصيبيح يطول نحت مشاري، داخل مشاري يلعبها عرضية، داخل عبد الرحمن يوسف، الله يا عبد الرحمن، جول! الهدف الأول للهلال، عبد الرحمن اليوسف على الطاير، كرة ملعوبة جميلة من مشاري العويران لعبد الرحمن اليوسف، وعبد الرحمن اليوسف على طول على الطاير، شوف شوف عبد الرحمن على الطاير، قذيفة أرضية تمر من تحت حارس المرمى سمير عبد الرضا وتعانك الشباك، معلنة الهدف الأول لصالح فريق الهلال السعودي في الوقت بدل الضايع. شوف مشاري العويران لعب كورة بشماله عالية لعبد الرحمن اليوسف، وعبد الرحمن اليوسف على طول قذيفة قوية تعانق الشباك، معلنة الهدف الأول لصالح الهلال السعودي في الوقت بدل الضايع من نهاية الشوط الأول. هذا عبد الرحمن اليوسف، هذا مشاري العويران وطارق بيتبادلوا التهاني بهذا الهدف الجميل اللي سجل. بإمكانكم متابعة المباراة على القناة الثانية في التلفزيون السعودي. This is channel 2 of Saudi Arabian television. We will show now a part of the football match between Al Hilal from Saudi Arabia and Al Rashid from Iraq. هدف التعادل لفريق الرشيد العراقي، كرة ملعوبة يلعبها ليث حسين وترتد مرة ثانية ويعدي من صالح، وشوف ترتد كرة على الطاير، على الطاير يلعبها قوية وتمر من تحت حارس المرمى خالد الدايل وتعانق الشباك، معلنة الهدف الأول لصالح، الهدف الأول هدف التعادل لصالح فريق الرشيد العراقي، سجل اللاعب ليث حسين في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الثاني. واحد الرشيد العطى لصالح فريق الهلال قريب من مكان الضربة الركنية. أنا شايف حسين البيشي وصالح النعيمة متقدمين قدام عشان يشاركوا في الكرات العالية، مستغلين طولهم لأنهم لعيبة طوال. بيرجع عبادي وفهد العشاوي راجعين ورا، فهد المصيبيح يلعب كرة في الجول، جول جول للهلال السعودي مشاري العويران، الهدف الثاني للهلال، مشاري العويران براسه يحط الكرة في المرمى ويسجل منها الهدف. شوف شوف الإعادة، شوف مشاري داخل براسه ويحطها في المرمى في المقص في مكان صعب على حارس المرمى ويسجل منها الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 17. هذا مشاري العويران رقم 16 حط الكرة براسه من كرة ملعوبة من فهد المصيبيح لمشاري العويران قدام ناحيه ليث بالراس، في هذه اللحظه يطلق حكم المباراه الحكم الدولي مطر المالودي صافرته معلنا نهايه هذه المباراه بفوز الهلال السعودي على زميله فريق الرشيد العراقي بهدفين مقابل هدف واحد لفريق الرشيد العراقي. مبروك وألف ألف مبروك لفريق الهلال السعودي لتصدره بطولة مجموعته ووصوله لنهائيات كأس الأندية الآسيوية والتي يحاول فريق نادي كاظمة الكويتي استضافتها في الكويت. مبروك للهلال وصوله لنهائيات كأس الأندية الآسيوية، وحظا أوفر لفريق الرشيد العراقي في المرات القادمة. أعزائي المشاهدين، أعزائي الرياضيين، أستودعكم الله
وإلى اللقاء في مباراة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.